ندعوكم للانضمام إلى قناة إلهام شانيل عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي دائما الهام شانيل. جيسبر ان شاء الله تكونوا بخير وبلا خير، تكونوا فرحانين وناشطين يا ربي. دونك الوصفه ديال اليوم هي وصفه مختصه بالوجه تحديدا لتبييض البشره والتخلص من البقع الداكنه، وصفه اللي غتنال الاعجاب كل سيده ان شاء الله جربتها. الوصفه ديال اليوم هي بكريم نيفيا العلبه الزرقاء او كريم نيفيا سوفت العلبه البيضاء. دونك بالنسبه لهاد الكريم هادو كيبقى الفرق بيناتهم على حسب النوعيه ديال البشره ديالكم، واش عندكم بشره جافه، بشره حساسه، بشره عاديه او بشره دهنيه. يعني خذوا العلبه اللي تناسبكم، ومن بعد غادي نستعملوها في هاد الوصفه هادي. غنستعملوا معها مكون ثانوي اللي اكيد غادي تشوفوه في طريقة استعماله في الوصفة أيضا. دونك كيف ما قلت لكم هذه الوصفة سحرية المفعول، صراحة شخصيا يعني أنا جربتها وعطتني مفعول اللي هو رائع جدا، وإن شاء الله أكيد بعد ما نخلط الوصفة أمامكم غادي تشوفوا النتائج السحرية اللي غادي تعطيها لكم هذه الوصفة. دونك ما طولش عليكم أكثر من هكذا، غادي نمشوا للمكونات ثم طريقة التحضير ثم طريقة الاستعمال. وأول مكون سنحتاج إليه في هذه الوصفة هو كريم نيفيا المكون الرئيسي، سواء العلبة الزرقاء أو العلبة البيضاء. بالنسبة لتاني مكون هو جيل الويفيرا اللي كيجي على هذا الشكل هذا. دونك جيسبيغ يبان لكم، دونك هكذا كيجي البنات بالنسبة للسيدات اللي ما عمرهم يعني جربوه. دونك كيجي القوام ديالو ثقيل يعني، وباللون الاخضر كيكون على هذا الشكل هذا. بالنسبة لهذا الجيل الويفيرا غادي تلقاوه في الصيدليات في لي بارافارماسي. الثمن ديال هاد جيل الويفيرا كيبقى على حسب المليليتر، يعني كاين كاين 35، كاين 50، كاين 100 درهم، كاين 150 درهم مغربية اكيد. فالثمن كيبقى على حسب النوعية اللي خديتو، يعني واش رخيصة واش مشهورة او لا، وايضا واش المليليتر يعني كمية كثيرة وكمية قليلة. دونك هادشي اللي كاين البنات. بالنسبه لهاد جيل الويفيرا صراحه انا شخصيا وليت كنجربو في الوصفات الطبيعيه، يعني اللي كيكون يعني سائل عادي كتاخذوه وكتستعملوه في الوصفات الطبيعيه، ولقيت عليه نتائج اللي هي مبهره. فوليت صراحه ديما كنستعملو في جميع الوصفات الطبيعيه، وقلت علاش لا ما نوريكمش هاد الوصفه اللي صراحه غادي تنال الاعجاب كل سيده جربتها اكيد. وما نطولش كتر، نمشو لطريقه الاستعمال او بالاحرى طريقه التحضير. دونك انا هنا غناخذ جيل الويفيرا اللي كيجي على هذا الشكل هذا، كيف ما كتشوفوا القوام ديالو راه يعني كيجي قاصح. وغادي ناخذ يعني كريم نيفيا، سواء اللي كيكون شويه قاصح او هذا السائل. وغادي نبدا نخلط ما بين جيل الويفيرا اللي كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا وكريم نيفيا. بالنسبه لهاد الجيل الويفيرا غزال بزاف، غتلقاو عليه فوائد كثيره بالنسبه للسيدات اللي ما عمرهم يعني جربوه. كيبيض للبشره الى ما كتعرفوش يعني الفوائد ديالو، وبغيتو الفوائد ديالو تعرفوها اكثر واكثر، فما تنساوش انكم تبحثوا عليه اكيد، وغادي يعطيكم جميع الفوائد ديالو الرئيسيه. وايضا السيدات اللي عندهم ديجا نصائح عليه او فوائد عليه فما تبخلوش علينا اكيد بتعليقاتكم في خانه التعليقات. دونك انا هنا ولا عندي تقريبا سائل، فغادي نضيف ليه كريم نيفيا. وغادي نبدا نحرك المكونات مع بعضها البعض. الى جاتكم الوصفه سائله اكثر فضيفوا كميه ديال جيل الويفيرا. الى بغيتوا يعني تحتفظوا بها بهذا القوام هذا، فممكن فقط تستعملوها في علبه بلاستيكيه او زجاجيه وخليوها ليله كامله، وان شاء الله يعني النهار الاخر غادي تلقاوها يعني ولات بحال جيل الويفيرا، يعني ولات قاصحه شويه، ما غاديش تبقى لكم يعني بهذا يعني بهذا القوام هذا. وحنا كنحركوا اكيد المكونات مع بعضها البعض، فكيف ما قلت لكم غادي يصبح عندكم مكون اللي هو سائل نوعا ما اللي كيجي على هذا الشكل هذا. ف
انا هنا يعني غادي نضيف جيل الويفيرا بالزياده، لانه الوصفه جاتني جاريه كما كتشوفوا، ما جاتنيش عاقده، فغادي نضيف لها تقريبا واحد الملعقه الى ملعقه ونصف، ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم باش نكملوا اكيد طريقه الاستعمال وطريقه التحضير. وبعد ما ضفت يعني الجل الويفيرا على الوصفه ديالي صبحت لي بهذا القوام هذا كما كتشوفوا، يعني عاقده ما جارياش. دونك الا بغيتوا تصبح لكم بهذا القوام هذا ضروري ما تضيفوا لها يعني جل الويفيرا بكثره، باش يعني تولي قاصحه بهذا القوام هذا وما تكونش جاريه لكم في الوصفه. سينو يعني ممكن تضيفوا لها بودره النشا او بودره الارز على حسب يعني انتم شنو كتفضلوا. الا بغيتوها غير وصفه عاديه يعني تحيدوها في ظرف نص ساعه وما تبقاوش يعني تستعملوها اكيد يعني يوميا، يعني مره بالليل او مره في اليوم فقط. اما الا بغيتوها يعني كريمه فاستعملوا غير ملعقه ديال الجل الويفيرا او جوج المعالق او ملعقه ونصف من كريم نيفيا فقط، وغتحصلوا على قوام اللي هو بحال هذا الشكل هذا. دونك هذا القوام هذا البنات هو رائع جدا للوصفه كيف ما كتشوفوا، كتجيب اللون الاخضر لانه استعملنا كيف ما قلت لكم جل الويفيرا كيكون اللون ديالو باللون الاخضر. هاد الوصفه هذه ممكن تحتفظوا بها في علبه بلاستيكيه او زجاجيه وتبقاو تمسيو بها لابو ديال الوجه ديالكم قبل ما تنعسوا، يعني كل ليله قبل ما تنعسوا اولا في الصباح، لانه ماشي مشكل، لانه هاد الوصفه ما فيهاش عصير الحامض اللي كيسمر لينا البشره او كيساعد البشره على انها يعني تولي سمراء، ما تبقاش يعني في اللون ديالها وما كيتوحدش لينا اللون. فالوصفه اللي كنت درت لكم ديجا ديال كريم نيفيا بالحامض، هذيك الوصفه فقط تستعملوها بالليل، وانا اكيد ذكرت هادشي في الفيديو. فهاد الوصفه هذه ماشي مشكل، ممكن تستعملوا هاد الوصفه مرتين الى ثلاثه مرات في اليوم، يعني ماشي مشكل. استعملنا غير جل الويفيرا وكريم نيفيا، الا استعملنا معهم بودره النشا او بودره الكركم او بودره الارز فضروري يعني ما نستعملوهم غير مره واحده في اليوم، كفى يعني كافينا في الوصفه. الا استعملنا غير جل الويفيرا وكريم نيفيا سواء العلبه البيضاء او العلبه الزرقاء فضروري ما نستعملوهم يعني مره الى مرتين الى ثلاثه مرات في اليوم، وماشي مشكل اللي استعملتهم في الصباح او في يعني في متوسط النهار، يعني في الظهر كما كنقولوا حنا، فماشي مشكل. وتعرضوا لاشعه الشمس الدنيا هانيه، يعني ماشي مشكل كما كنقولوا حنا بالمغربيه ديالنا، لانه غادي تكونوا كيف ما قلت لكم محافظين على البشره ديالكم ايضا مرطبينها، وايضا يعني ما استعملناش فيها عسل الحمض اللي غيزيد يسمر لينا اللون ديال البشره ديالنا. دونك جيسبر هاد النصائح كانوا مفيدين لكم، وهاد الوصفه حتى هي نالت الاعجاب ديالكم. اكيد الى عندكم فوائد اخرين لهذا الجل الويفيرا هذا، صراحه كنجرب فيه يعني هذا الاسبوع هذا، وعطاني النصائح يعني او فوائد بالاحرى اللي هي جد رائعه للبشره. بالنسبه للسيدات اللي ديجا مجربينه يعني عندهم تجربه ديالو ديال عام او عامين او هذا، فما تنساوش يعني تعطيونا النصائح ديالكم ايضا، ماشي انا غير وحدي اللي كنعطيكم النصائح، فحتى انا يعني كنشارك معكم النصائح ديالي. ما تنساوش ايضا تشاركوا معايا النصائح ديالكم بالنسبه لهذا الجيل هذا، والا كنتم عمركم جربتوه فجربوه راه رائع جدا، واعطوني النصائح ديالكم ليه وايضا المزايا او الفوائد ليه للبشره ديالكم، يعني شنو دار لكم البشره ديالكم، واش نال الاعجاب ديالكم او لا. وهذا الشيء اللي كاين كيف ما قلت لكم خاصكم تحصلوا على هذا القوام هذا، عاد تستعملوهم في علبه بلاستيكيه او علبه زجاجيه، وتبقاو تستعملوا هذه الوصفه مرتين في اليوم لمده اسبوع او اسبوعين، كوم ستحصلوا على واحد البشره اللي هي بشره نضره، بشره فيها اشراقه، بشره فيها حيويه، وان شاء الله اكيد غتبيض لكم البشره في ظرف ديال اسبوع الى اسبوعين لو ماكسيموم كيف ما كان النوعيه ديال البشره ديالكم. ايضا غتساعدكم على التبييض ديال البشره وغتساعدكم على الترطيب. بزاف السيدات كيسولوني على كريمات اللي ممكن ترطب لنا البشره، هاد الوصفه من بين الوصفات لترطيب البشره كيف ما كانت النوعيه ديالها، سواء بشره جافه عاديه حساسه او بشره دهنيه، لانه البشره يعني ضروري ما نرطبوها البنات، خصوصا الا استعملنا وصفات طبيعيه يعني مثل الكركم والياغورت مسوس او بزاف الوصفات اخرين، فضروري من وراء اي وصفه طبيعيه نستعملوا كريمات لترطيب البشره. وجل الويفيرا وكريم نيفيا من بين الوصفات اللي هما رائعين جدا لترطيب البشره.
كيف ما قلت لكم ممكن تضيفوا اي بودره الا بغيتوا مع الوصفه، فقط استعملوها يوم كل يوم يعني في النهار، يعني ما تستعملوها جوج المرات في اليوم، فقط مره واحده في اليوم لمده اسبوع او اسبوعين، واكيد غتكونوا حصلتوا على النتائج اللي هي مذهله. الى عندكم ايضا فوائد او مزايا على كريم نيفيا سواء العلبه الزرقاء او العلبه البيضاء، فما تبخلوش علينا ايضا بالتعليقات ديالكم في خانه التعليقاتكم، سنستافدوا جميعا، يعني تستافدوا نتوما، نستافد انا، ويستافدوا البنات جدادين على القناه. وقبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش انكم تعملوا بيك لك لهذا الفيديو، تشتركوا في القناه، ضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في الديسكريبشن بوكس او في الباغ دانفو، يعني لا باج اوفيسيال فيسبوك انستغرام وسي سناب شات وسي، جميع الروابط غتلقاوهم في صندوق الوصف. كيف ما قلت لكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس وتعملوا يعني بارطاج لهذا الفيديو او شير مع الاحباب، مع الاصدقاء في لي جروب فيسبوك وفي واتساب في لي جروب، وايضا في الانستغرام علاش لا، وفي ما عجبكم اكيد. ونقول لكم خليت لكم الراحه، ولهنا نتلاقى معكم فيديو جديد عن قريب، وصفه جديده اكيد. السلام عليكم.